مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من بهار ونار. رح نكون اليوم معاكم على مدار ساعه اكيد فيها وصفات بتجنن ومواضيع بتجنن. بدي اطلب منكم تفوتوا على صفحتنا الجديده على الفيسبوك عمان تي في كيتشن، تحضرونا عبر اللايف وتعملوا شير للحلقه لتوصل لعدد كبير من الناس، وكمان احنا بنفس الوقت بنقدر نجاوبكم على اي سؤال او استفسار حابين تسالوه بخصوص حلقتنا ووصفاتنا لليوم. اليوم معي شيف محمد عليان، كيفك يا شيف؟ والله تمام الحمد لله، انت شو اخبار؟ انا شايفك مش تمام اليوم، شوي تعبانه مريضه. هو انا مش تمام، انا في اكثر من عائق هلا عم بخلوني اكون مش تمام، حياتي ابدا مش تمام، كنت عم بغنيها امبارح على كل حال. اولا مريضه شوي، ثانيا الخريف انا ابدا ما بيناسبني. سلامات. ابدا ابدا ما بيناسبني، فاجوا شغلتين مع بعض، بس ما علينا، دائما بحكي بس اجي هون بتصير طاقتي ايجابيه وبس. حبيت انه تعبانه واجت على الشغل دليل. قدي لويل رخيم 100% ما بقدر. طيب طمنا ان شاء الله اكلاتنا اليوم تكون تمام. بما اليوم اكلاتنا حسب ما طلبوا هم المشاهدين وحبايبنا وحبايب قلبنا، اليوم يوم البطاطا. اليوم كل شيء بالبطاطا نفس ما انتم طلبتوا، او دائما بجي بحكي لكم ايش الطبخات اللي انتم بدكم اياها، بتجي تحكوا لي 1 2 3 4 ثاني يوم او بعد فتره بتلاقينا سوينا الوصفات اللي انتم بدكم اياها. مزبوط. فاليوم رح نعمل 3 وصفات بالبطاطا. رح نحكي عن البطاطا اكثر، رح نعرف شو الفرق بين البطاطا تبعت القلي وتبعت الشوي، ليش البطاطا بتطلع احيانا دبلانه، ليش احيانا البطاطا بتطلع قاسيه، ليش يعني رح نحكي بالبطاطا اكثر. رح نعمل يخني بطاطا حلو. رح نعمل كمان صينيه بطاطا بالكريمه. ورح نعمل كمان سلطه بطاطا. حلو كثير. هو دائما انا كنت الاحظ معك لما نسال المشاهدين شو حابين، دائما كانت البطاطا من اكثر الشغلات اللي بتتكرر، من اكثر الشغلات مطلوب كثير، لانه بتخيل هي كنوع يعني كنوع ممكن نحطه بالاكل محبوب من كل الناس سواء كانوا صغار كبار، وفي له مليون طريقه ينعمل فيها. يس الكل بيعشق. الكل بيعشق البطاطا، ما في ولا اي حدا، ما اتوقع اي حدا ما بحب البطاطا. بالضبط. الحلو فيها انها دائما متوفره، دائما موجوده، والكل بفضلها، يعني ما بتحس انه في حدا من افراد العائله ممكن ما يحبها. ومن نفس حبه البطاطا بيطلع منها 800,000 مليون صحن. صح. 800,000 مليون طبق، 300,000 مليون شيء بيطلع من نفس البطاطا. مزبوط. ويعتبر من الاصناف يمكن المتوفره دائما، وسعرها مش كتير غالي ومحبوب من الكل. كثير بحبها. بالضبط. انا متاكده ان الكل متحمس على الوصفات، هيك انت رجعت حمستني اكثر واكثر، بطلت حماس. حياتي مش تمام، حياتي صارت تمام مع البطاطا. دائما متحمسين. بالضبط دائما متحمسين. طيب العاد شو رايك نبلش باول وصفه؟ يلا رح نعمل يخني البطاطا مع الرز. حلو، يلا على الوصفة. رح نحتاج ليخنة البطاطا، أرز تايجر، بطاطا، كزبرة، ثوم، كمون، كزبرة باودر، كركم ناعم، بصل، فلفل وملح. وهيك شفنا المقادير البسيطة والسهلة، لحتى هلأ صار لازم نرجع للشيف محمد عليان لنشوف كيف طريقة تطبيقها وكيف بنعمل يخنة البطاطا بطريقتك. احكي لنا كيف بنعمل أو شو بنبلش. أول شيء حنجيب زيت شعبان. أوكي. نحط على الإيش؟ على الطنجره تبعتنا. ليه؟ عشان نفلفل الرز، الرز بده شويه وقت، فعشان نطلع ونكون مطبوخ معانا ومزبوط 100%. بدنا نبلش فيه اول شيء. حلو. اول شيء حننزل، حطيت شويه طويلي. هلا رح تعمل تش ولا لا؟ اوكي في تش. الامور رواه. لانه حميت الطنجره شوي صغيره، فقلت ما بدي ايش تمل الدنيا هلا ويا حبيبي على الطرطشه، لانه دائما في قاعده بتحكي زيت ومي ما بيلتقوا مع بعض. هذول يعني هذول من اخطر الشغلات الموجودين بكل المطبخ. احيانا لما تكون تشتغل بالمطبخ انت ويكون في زيت مثلا، فجاه بتلاقي يطلع نار او يطلع علي شيء، بحياتكم ما تكبوا مي على الزيت. ليه؟ لانه الزيت والمي اشرار. صح. مع بعض مستحيل يزبطوا الاثنين مع بعض. مره من المرات كنا عم نشتغل بمطعم. اوكي. واحنا عم نشتغل واز بي ايش؟ واز بي الشاب طالع نار على الغاز على الفراير اللي عم نقلي فيه. فهو خاف، ارتعب، النار صارت تعلى اكثر، صار ضرب الزمور تبع الحريق انه في شيء. فاللخمات هذول الثلاثه مع بعض، واحيانا الواحد لما يكون معجوع او هيك لازم يركز. صح. لو 1%. ليه؟ لانه اذا ما ركز صراحه بروح عليه الايش؟ بروح عليه كثير شغلات. فهو فلتخم بده يعمل هيك، المهم راح عبى طشت مي زي هيك، وانا لحقته باخر لحظه. باخر لحظه. تخيلي مسك طنجره مي ودارها فوق الزيت، كان صار انفجار. 100%. انفجار كان صار.
فأهم إشي لما يولع نار، لما يصير أي إشي، شغلتين نقدر نسويهم. الشغلة الأولى إنه إحنا نجيب شريطة مبلولة شوي أو بلاش مبلولة، أوكي، نغطيها ونخنقها للنار تبعتنا أو ننفخ عليها، أو إذا في طفاية بالبيت وهذا الإشي أساسي موجود بكل بيت لازم يكون فيه طفاية حريق، هاي من الأساسيات يعني مزبوط. من أهم إشي ما بتعرف متى اليوم اللي راح يجي إن شاء الله ما بنستخدمها، بس بشكل عام إنه ما بتعرف متى اليوم أو الوقت المناسب اللي راح يجي عشان إيش نستخدم طفاية الحريق، تكون موجودة ودائما. هذا الإشي كثير أساسي. وعلى فكرة دائما الحوادث اللي بتصير بالمطابخ بالبيت حوادث كثير كبيرة، وللأسف عم تؤدي لشغلات يعني جدا يعني حوادث كثير 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 مضرة، ونتائجها عم بتكون مضرة. فعشان هيك لازم زي ما أنت قلت نكون دائما إحنا حذرين ودارين بالنا من هاي الناحية. وعلى فكرة أنت ذكرتني بفيديو مرة حضرته أنا، كانوا عم بيشرحوا موضوع إنه ليش إذا حطينا مي على الزيت وهو محروق بصير نار. هو بيقول لك لأنه المي بتتبخر بسرعة من كمية الحم، فالبخار بيطلع بسرعة كثير كبيرة، النار بيطلع مع البخار بتوزع بطريقة كثير أكبر وكثير أسرع. فعشان هيك المي أبدا مش الحل المثالي، لأنه إحنا نستعمله لحتى نطفي النار. فيعني أكيد دائما لازم ندير بالنا، وزي ما قلت حوادث المطابخ عم بتكون كثير سيئة للأسف للناس اللي ما بديروا بالهم، سواء كانت النار أو سواء كانت مثلا استخدام الأدوات الحادة، فالحذر واجب. يس، من أهم الشغلات صراحة. أنا بنصحكم كلياتكم أن يكون عندكم طفاية حريق بالبيت. مرة من المرات ما بعرف شو اللي جاب سيرة الحريق وهيك، ولكن مرة من المرات كان البيت تحتينا، أنا بالعادة بالبيت بفتح كل الشبابيك، ما بعرفش أسكرهم خلص فيه طبعا. فصحيت بالبيت لقيت كل البيت عندي ضباب، واو، كله هيك يعني كلياته اسود من من حريق. فانت حدا صاحي من النوم هو مش عارف مين هو، انا مش عارف مين انا اصلا بالضبط، بثلاث اربع خمس ثواني هدول بتعرفهم الواحد بس يصحى من النوم، اربع ثلاث خمس ثواني انت ما بتعرف مين انا، مين انا، مين انا، ايش في ايش في. المهم نطيت ما بعرف كيف عن التخت، طلعت برا، اول شيء سويته ايش سويت؟ مسكت طفاية الحريق اول شيء سويته. برافو، صح. فقعدت اطلع وين النار وين الهاد، ما لقيت ولا شيء، طلع من وين؟ مش من عندي، من جيراني من تحت، ومولع النار وطالع الدخل عندي. فعم بتخيل بحكي يا الله طب بلكن في حدا تحت، ايش الوضع؟ اول شيء نزلته طلع ما كان عندهم طفاية حريق. فانا اول ما نزلت كان في الحراس والناس هيك، اعطيتهم طفاية الحريق، قلت لهم يلا روحوا ادخلوا جوا، عبال ما اجى الدفاع المدني وطفى الحريق. يعني حظهم كان حلو انه انت موجود وانه انت ماخذ احتياطاتك. فيعني هي من الشغلات الاساسيه لازم تكون موجوده، حتى كيف مرات بيقولوا لنا بالسياره كمان لازم يكون في طفاية حريق. بالسياره ضروريه، احنا بنحاول نتهرب من هاي المواضيع، ولكن هي يعني اساس وجودها لسلامتكم انتم، لانه ما بنعرف لا سمح الله نتعرض لموقف معين بنحتاجها دائما هاي الشغلات. هيك أسس السلام العام لازم ندير بالنا عليها ونركز فيها أكثر من أي شيء تاني. يس يس يس، هذا الإشي مهم جدا. تمام. طيب يا شيف، بعيدا عن الحرائق وعن الحوادث اللي ممكن تصير، أنا عندي سؤال عن الرز. إحنا بالبيت مثلا بكون عندنا وقت، بكون عارفة حالي قبل بيوم بدي أعمل طبخة الكذا، فبصحى بالوقت المناسب أو ببلش طبختي بالوقت المناسب عشان أنقع الرز عشان أجهز أموري. أنتوا مثلا بالمطاعم، بما أنه أنت خبرتك مطاعم، إجتك أكلة سريعة هلا بدك تعملها، هل أنت مضطر إنك تنقع الرز أو شو الحل مع الرز عشان إني أعمله سريع؟ ما عندي وقت سريع، ما عندي وقت حتى اني انقعه واجهزه قبل ما ابلش الطبخ. في حلين. الحل الاول انه انا اغسل الرز تبعي كثير حام، اغسله كثير سريع، اوكي، وايش اسوي؟ احمصه نفس ما عملت هلا. ايش سويت؟ نزلت الزيت ونزلت عليه الرز، حمصته شوي صغير عشان يتفتح معي، واول ما تنزل عليه المي يشفط ويتشرب كل المي الموجوده معنا، بيشربوا اسرع. هاي اول شغله. الشغله الثانيه انه اذا انا عارف حاسب حسابي انه بكره انا عندي مثلا هيك، بجي ابكر بوقت عشان اجهز، او بخلي حدا من الشباب الموجودين مشان يجي يحضر، وما نضطر ايش نعجل العجقه هاي. ولكن بالمطاعم او بالفنادق او بقطاع المطاعم هذا في زي سفندش بيجي تحتيه بخار مي، بتحط انت بجهز الرز مثلا اول ما تيجي الصبح بتحطه فيه وبتغطيه، وبعدين بخار المي بيصير يسخن ويحافظ على الحراره تبعت ايش تبعت الرز. فهيك بضله فريش، وبنفس الوقت اول ما يجيك اوردر على السريع خلص بترفعه وبتنزله وبكون جاهز وامورك رواق رواق. يس، حلو كثير. هيك احنا بنحب نعرف اسرار المطاعم، لانه مرات بنضطر لها ونحتاجها بالبيت، حتى لو احنا متمرسين او متعودين على اكلات كل يوم، الا ما يصير هيك مواقف اكون مستعجله يجيني ضيوف فجاه، فهاي التريكس خلينا نقول بتساعدنا مرات. يس، بالبيت شو ممكن صحيح نعمل. هذا الشيء مظبوط 100%. طيب حلو، نرجع لوصفتنا، شو بدنا نعمل هلا؟ هلا بالوصفه تبعتنا انا حطيت الرز اول شيء تبعي على النار، هلا حخليه شوي صغيره يتسبك او يغلى شوي صغيره مع المي تبعتنا، حطيت عليها شويه كركم او عصفر عشان يعطينا لون شوي بسيط. ايوه لون بسيط، وحطيت عليه ملح. هلا ايش؟ حغطيه واخليه براحته يستوي، ونبلش بالايش؟
باليخني تبعتنا البطاطا. أوكي. هلا يخني البطاطا هاي صراحه انا بالنسبه لي اي شيء فيه بطاطا بموت فيه، اي شيء فيه بطاطا بموت فيه، فهي بالنسبه من الاكلات المفضله جدا 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 جدا. واخيرا اتفقنا على شيء بالاكل انا وياك، دائما ضد بعض، بحب الملح ما بحب الملح، بحبش البصل هو بحب البصل، فدائما بعمل الاكلات على ذوقه هو عشان انا ما اكل. حرامك الله يا زلمه ظلميتك يا زلمه. طيب ابدا والله ما لي دخل، انا بسالكم يا جماعه ايش بدكم وانا بطبق بس. لا بنمدح احنا، بالعكس هو دائما مدللنا وبسالنا شو بدنا وبيعمل لنا الوصفات اللي احنا بدنا اياها بالضبط. يس. هحط هلا عندي هون ايش؟ زيت. عندي زيت شعبان، واحط عليه ايش؟ البصل تبعي. اوكي. خليه يتدبل شوي صغيره، مش كتير بس شوي صغيره، عشان ايش؟ نستخدمه بالطبخه تبعتنا. عندي هون البطاطا، البطاطا حنزلها فوق ايش؟ فوق مي سخنه، مي مغليه بس. مي مغليه عادي. أوكي. ما عليها ولا اي شيء، خليها تستوي براحتها. وانت مقطعها تقريبا قطع صغيره صح؟ يس، عشان تستوي معي، عشان تستوي اسرع. يس. واذا معنا وقت وعملنا قطع كبيره بيمشي الحال. يس مزبوط. اذا بدنا اذا معك وقت طبعا تقدر تسوي اللي بدك اياه، ولكن انا ما معي كثير وقت، فايش بدنا نحاول هلا نسويها ونحكي لها يلا حبيبتي اسرع ما عندك. خذي راحتك يعني على مهلك، بس انه برضه حلقتنا بدنا نلحق نخلص الوصفه قبل ما تخلص الحلقه. نخلص ثلاث وصفات. ان شاء الله تكون عم تسمع منا. طيب بدي اوجه تحيه لاخلاص اللي عم تحكي لنا مساء الورد، وما شاء الله عليكم منورين، وبتحكي لي الف سلامه عليك، شكرا لك يا اخلاص. وصفات البطاطا بتحكي من اطيب الوصفات، تسلموا ايديك يا شيف ومبدع كالعاده، وعم تشكرنا على الحلقه الحلوه. شكرا شكرا لك. شكرا والله اخلاص. انت من المتابعين اللي خلص كثير كل يوم الصبح فنجان قهوه ومحمد وبهار ونار وصفات وكل امورها تمام. كثير لويل هدول الناس اللي بيحكوا لك انه لازم ندير بالنا عليهم. بالضبط، لازم ندللهم. كمان هي عم بيجينا مساعدات انه في حال صار حريقه او صار نار على بالطنجره او بالشيء الغاز اللي احنا عم نعمله على الغاز، عم بيحكي انه تغطيها وما يكون فيها شيء هواء او هيك، لانه الاكسجين هو بيزيد هو اللي بيساعد بعمليه الحريق. بالضبط، هي الفكره انه الواحد يخنق النار لحتى انها ما تكبر وما تزيد وما تتوزع اكثر. مزبوط هذا الحكي 100%. اوكي. طيب هلا صفينا، عم نعمل الرز، عم ندبل البصل بزيت شعبان، وحطينا البطاطا كمان لحتى تستوي عم نسلق فيها. بالضبط. هذا في طنجره رابعه، شو هي اللي هون؟ هاي هي بندوره، مش اسمه، قال بندوره البطاطا اللي رح نعمل فيها السلطه. اوكي، لوصفات. فانا عم بسلقها هلا ليه؟ عشان شوي الحق على. يس بالضبط، هذا اللي عم نعمله هلا. طيب حلو، بما انه احنا هيك تقريبا جاهزين شيف، بس عم نستنى لتستوي البطاطا ويخلص الرز ويدبل البصل شوي، شو رايك نطلع فاصل صغير؟ يلا فاصل صغير ونرجع لكم. خليكم معنا. اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه، مستمرين معكم بحلقتنا وبوصفاتنا لليوم. اليوم كل وصفاتنا بالبطاطا على حسب طلبكم، انتم دائما عم تطلبوا منا وصفات معينه بالبطاطا. اليوم حلقتنا كلها عباره عن اكثر من وصفه بنقدر نعملها بس بالبطاطا. خلينا نرجع لشيف عليان ونشوف شو صار بوصفاتنا وشو صار بال شغلات حطينا. احنا كنا عم نسلق بطاطا عشان نرجع نذكرهم، خصوصا للي انضموا لنا هلا، كنا عم نسلق البطاطا وعملنا الرز وعم ندبل البصلات، شو صار معنا؟ هلا بدنا نحط البهارات تبعونا وين؟ فوق البصلات عشان نحطهم وين؟ فوق اليخني تبعتنا عشان تتسبك وتعطينا نكهه قويه. ليه بدنا نحطها فوق البصلات؟ عشان لما نحط البهار تبعنا فوق فوق الشيء حامي، كل الزيوت العطريه اللي جواتها بتطلع وبتعطينا نكهه اقوى من الموجوده فيه. حلو. فهلا حنحط البهارات تبعونا هاي، تعالي لي هون انت. حطهم هون، هذا نوديه هناك. انا فقره البهارات من الفقرات اللي كثير بحبها. بحب اعرف شو بنحط بهارات على كل وصفه ممكن نعملها، عشان انا من النوع اللي بكثر بهارات. والله. فبحب يعني طعمه البهارات تكون قويه. شو حطيت لنا اول شيء؟ فلفل اسود. اوكي. عندنا هون مرق دجاج. ليه؟ لان انا مو مستخدم لا دجاج ولا لحمه، فانا بدي ايش؟ بدي النكهه تبعتها تطلع كلياتها من وين؟ من جوا من جوا الصوص تبع او اللي هو المرق تبعنا. اوكي حلو. عندي هون كمون. اهم شيء تقريبا كميات قد ايه عم بتحط؟ ملح تقريبا معلقتين. معلقتين تقريبا. معلقتين اوكي. هي عندي الملح كمان. عندي كمان كزبره مطحونه. اوكي. يس حطيناهم كلياتهم كزبرات سكيات. وايش اللون اللي بيعطينا اياه اللي هو الكركم او العصفر تبعنا، بتقدروا تحطوهم مع بعض عشان يعطونا لون هيك على صفار شوي تبع الصوص تبعنا. حلو كتير. طيب انت عم بتقليهم يعني تقلاية تقريبا مع البصل. يس. بس هذا الاشي هيك. السؤال انه هذا الاشي بعطي طعمة اكتر للبهارات اذا قليناهم تقلاية؟ لا مش تقلاية، الهدف منها انه احنا نحمصهم شوي صغير عشان نطلع
الزيوت العطرية الموجودة جواتهم. اوكي، فبتطلع ريحتهم، تطلع ريحتهم، تطلع نكهتهم اكثر. اوكي، حلو كثير. طيب بهذا الوقت يا شيف انا بدي اذكر انه احنا هلا بما انه احنا بشهر اكتوبر ومعروف هالشهر هو شهر التوعيه ضد سرطان الثدي، احنا بنحب دائما نوعي ونرجع نذكر. هم عملوا هذا الشهر توعيه لهذا النوع من الكانسر بالذات، لانه هو من اكثر انواع الكانسر المنتشره بين النساء بالعالم، وعم بحكي لك نسبته كثير كبيره عم بتكون. عشان هيك بحبوا يوعوا بكل شهر 10 من كل سنه بهذا الموضوع، عشان الكشف المبكر، الواحد ضل يعمل كشف على حاله، مش بس ضد السرطان، ضد كل شيء. لازم الواحد كل فترة يروح يعمل فحوصات عامة، يعرف عن حاله، يعمل شيك اب، شو وضعه، يطمن عن حاله، شو في فيتامينز قليلة. ممكن يكون الواحد يعني لا سمح الله يوصل لمرض كتير كبير بس لنقص فيتامين بسيط بجسمه، فعشان هيك لازم الواحد يضل يعمل كشف دوري على نفسه ضد سرطان الثدي أو أي نوع من الأمراض، يضل يكشف على حاله، يطمن على حاله، لحتى إحنا نوقع حالنا خلينا نقول من الأمراض ومن شغلات أكبر ممكن تصيبنا. زي ما بيقولوا دائما الوقاية درهم وقاية خير من قنطار علاج. فعشان هيك الواحد لازم يضل يعمل تشيك اب على حاله، يهتم بحاله، يدير باله قبل ما يعني لا سمح الله يوقع بمشكلة ما يقدر يطلع منها. يس. طيب هلا احنا بعد ما خلصنا الحكي حندير الخلطة اللي احنا عملناها هون وين فوق المية او المرقة تبعتنا. أوكي. عشان ايش؟ ناخذ كل النكهة الموجودة جواتهم والبطاطا نفسها تتشرب الفليفر الموجود كلياته وتعطينا صوص ايش؟ فخم جدا، فخم وطعمه بشهي. طيب هلا انت لازم تكون تاكدت انه البطاطا استوت، ولا لو ما كانت لسه مستويه؟ لو ما كانت مش مستويه احسن، ليه؟ لانه الفليفر بدخل جواتها. صح. وبدوب دوب زي ما بيحكوها. حلو كثير. قد ايه بتحس تقريبا بدها وقت على النار لحتى البطاطا؟ حسب الغز، ممكن تقعد ثلث ساعه، ممكن تقعد نص ساعه، ممكن تقعد ساعه، حسب حجم القطعه، حسب نوع البطاطا، حسب نوع كل شيء. يعني الغاز هو اللي بيقرر قد ايه رح نقعد وقد ايه رح نستخدم وقديش رح نعملها. أوكي. هلا عبال ما تجهز هاي رح اجهز صوص، او هون اللي هي اللي بيحكوا لها الطشه على جنب. او شيء هاي او شو رايك نخليها ناجلها شوي صغيره، نخلي هدول يتستووا، نعمل الوصفه الثانيه اللي معانا اللي هي الصينيه تاعت البطاطا بصير. ونرجع لهدول، شو رايك؟ يلا بصير نروح على الوصفه الثانيه. جاهزين؟ رح نحتاج لصينيه البطاطا بالكريمه، بطاطا، كريمه، زبده، طحين، ملح وفلفل، بقدونس للزينه. ورجعنا لكم بعد ما شفنا تاني وصفة لليوم برضو بالبطاطا، وهي الوصفة رح تكون بطاطا بالكريمة. خلينا نشوف كيف طريقة تطبيقها. هاي من الوصفات اللي بتخيل إنها سهلة وبسيطة. yes، طالما إحنا سالقين البطاطا وأمورها جاهزة وتمام، الوصفة رح تكون معنا سهلة وما رح تغلبنا. بس هاي البطاطا مش حتكون مسلوقة، أنا عملها غير شكل، هلا هحكي لك عنهم. أوكي، حلو كتير، يلا طريقة جديدة. هلا أنا إيش مسوي؟ جايب بطاطا عادية. أوكي. قطعتها سلايز كتير رفيعة، إذا بتطلعوا عليها كتير رفيعة. هلا إيش حنسوي؟ أول إشي غسلتها من ال من ال غسلتها من النشل موجود جواتها. ليش؟ إنه النشل جواتها ممكن يعمل لنا طلبيطة مش لطيفة على الإيش بالصحن تبعنا. أوكي. فهلا إيش حسوي؟ حجيب البطاطا تبعتي وأصفتها وين؟ جوا الصينية تبعتنا بهاي الطريقة. أوكي. هي بس مقطعة ومغسلة ولا إشي تاني؟ مقطعة ومغسلة، لا مسلوقة ولا أي إشي. أوكي. ولا أي إشي عليها. حلو كتير. بدي أوجه تحية يا شيف مني ومنك، أنا متأكدة لإيلين اللي هي عم تحكي الله يسعد أوقاتكم، وهي متابعتنا من الدنمارك، وعم تحكي إنه بحكي لك شكرا كثير لانه هي اللي طلبت وصفات البطاطا، هي كثير مبسوطه اليوم بالحلقه. تابعينا الين لاخر الحلقه لتشوفي الوصفات، وان شاء الله كل الوصفات بيعجبوكي كمان. ان شاء الله اكيد هيعجبوهم وينبسطوا عليهم، لانه احنا بنعمل الشغلات اللي بدهم اياهم هم باسهل طريقه ممكنه. بالضبط 100%، عشان ينبسطوا عليهم. وهي ابتسام كمان عم تعطينا طريقه جديده، عم تحكي لنا انه هي بتبرش البطاطا وبتدبلها مع بصله وبهارات وبتعملها معجنات. بزبط بزبط صحيح. بالضبط، هاي من بتخيل من المعجنات المطلوبة دائما، يعني اللي بيحبوا المعجنات بيحبوا المعجنات اللي فيها بطاطا، فهي طريقة كمان للمعجنات المحشية بالبطاطا. يس يس. إذا بنطلع على التصفيطة تبعتها، شوفوا التصفيطة ما أسكاها كيف صفتناها. هلا كتير وكتير بالكم من شغلة، إنه إحنا إذا بدنا نعمل طبقتين، الطبقتين هدول رح ياخذوا وقت أكتر بالفرن. بالضبط، كل ما حطينا طبقات أكتر أو كل ما كانت البطاطا نفسها أخمل قطعتها برضه بده وقت أكتر بالفرن. هذا الإشي مظبوط 100%. اوكي، فاحنا راح نصفتها تصفيطه كتير حلوه. انت عشان هيك عملت طبقتين. يس، يعني بدنا ناخذ وقتنا بالفرن. راح تاخذ وقت بالفرن شوي. أوكي. صغيره. حلو، ان شاء الله عبال ما نخلص بتكون جاهزه معنا ومعطيتنا لون هيك بجنن عالمي. يا عيني، انا كتير بحب البطاطا، يعني ما في ولا
ولا أي شعور، ما في ولا أي كلمة، ما في ولا أي مشاعر، ما في ولا أي إشي بالحياة بوصف قديه بحب البطاطا صراحة. أنا نفس الإشي صراحة والله. أنا معك، وبتخيل كل الناس دائما هي يعني جد في كل طبق بالحياة في ناس مؤيدين وفي ناس معارضين، ولكن البطاطا بحس مستحيل يطلع لنا حدا معارض للبطاطا. إذا أنتم المشاهدين عم تحضرونا وفي حدا منكم ما بحب البطاطا احكوا لنا، ما أظن فيه. ما أظن أنا نفس ولا أنا ما بظن. ما أظن في حدا بكره البساطة أبداً أبداً. كلنا هذول تمام. كمان سهى الشخشير عم تحكي لنا يسعد مساكم الجميل الرائع المميز مع دينا الأمورة المتألقة والشيف المبدع الرائع محمد، وصفات البطاطا اللذيذة، وشكراً على تقديم أطباق متنوعة وبأسلوب بجنن وبشهي جداً. شكراً لك أنت يا سهى على كلامك الرائع. طيب هلأ هون المفروض إيش نعمل؟ نوزع شوية زبدة على الدائر تبعنا، على هيك بشكل عام على الصينية. بشكل عام صراحة المفروض احط بين الطبقات، ولكن انا ايش نسيتها. نسيتها اوكي مش مشكلة، هي بالنهاية رح تدوب ورح تتوزع لحالها، رح تدوب ورح تنزل يعني. صح، هي مش حتفرق معنا. بس انه الزبدة بتعطيها نكهة كثير فلكية. طبعا مش شوي كريمة والبطاطا والزبدة، هاي الشغلات كلها يعني بتخيل نتيجة قاتلة رح تكون. يس يس يس. نحط هاي الزبدات كلياتهم، حطيناهم وين؟ فوق اخوانهم. اوكي حلو. هي عم بيحكوا لنا كمان ما في اسكى من البطاطا المقليه المقرمشه. هون السؤال، شيء بالحياه البطاطا المقليه المقرمشه شو السر لحتى تطلع انها هيك هالقد بتقرش ومن جوا كثير طريه؟ بنوع البطاطا، هلا حفرجيكم نوع بطاطا. اوكي هاي نوع البطاطا. هاي البطاطا هاي متخصصه لايش؟ متخصصه للشيبس. اوكي حلو. يعني هاي البطاطا اذا احنا بنقطعها سلايز كثير رفيع وبنقليها بتطلع معك كانك انت ماكله فاتحه باكيت شيبس وامورك رواق الرواق. حلو. ليه؟ لانه البطاطا هي عالم. البطاطا في لها انواع وفي لها شغلات، ولكن هلا لو سالتيني كيف بدي اعرف نوع البطاطا المناسب للطبخه تبعتي هاي، او كيف بدي اعرف البطاطا المناسبه لهاي، هلا هم تقريبا اشهر ثلاث شغلات او اشهر من اشهر انواع البطاطا. أوكي. اللي هي الصحراويه والايش واللي بتنزرع بالتراب الاحمر. اوكي هلا برضه من الصحراويه ومن التراب الاحمر ممكن تطلع هاي للالي زاكيه وممكن تطلع هاي للالي زاكيه، ولكن اللي بيفرق اذا حبت البطاطا فتحناها من جوا هون شايفين هذا اللون، اذا كان لونها على بياض شوي فهي ممتازه لايش؟ للالي. اوكي اذا كانت على بياض اكثر ممتازه للالي. إذا كانت لونها شوي على صفار فهي بتكون ممتازة لإيش؟ بتكون ممتازة للطبخ، للخبيز. حلو. لهاي الشغلات تطلع معاكي إيش؟ تمام التمام. حلو. وفي شغلة أكتر 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 إشي بتأثر بكل البطاطا، احذر شوية. شو هي؟ هي الزيت. الزيت إذا بننزل البطاطا تبعتنا على الفرن، أو إذا نزلنا البطاطا تبعتنا على المقلاية تبعتنا، أو إذا إحنا بدنا نطبخها جوا ديب فرايد او انه قلي. أوكي. لازم يكون الزيت كثير حامي. ليش؟ اذا احنا نزلناها وكان الزيت مش كثير حامي راح تشفط معنا زيت. اذا شفطت معنا زيت شو بتطلع؟ كثير طريه. طريه وبنفس الوقت ايش؟ بكره منظرها متكون شفطه زيت، انت عم تحسي حالك عم تاكلي زيت، وهذا الشيء مش لطيف ابدا. بكون لونها غامق شوي وهيك. هذا الشيء مش لطيف ابدا ابدا ابدا. صح. يس. فاهم شغله تعملوها اللي هي ايش؟ اللي هي انه احنا بنحط بنحمي الزيت تبعنا كثير حامي، بعد ما نخلي الزيت تبعنا كثير حامي اصلا اول ما تنزل عليه البطاطا ايش حيصير؟ البطاطا اصلا حتكون بارده. أوكي. فاول ما ننزلها شوي حيبرد الزيت. عشان هيك لازم نوصل الزيت لدرجه حراره مناسبه عشان تطلع معنا حبه البطاطا. أوكي. عشان ممتازة. ما يبرد ويرجع. وفي تريك ثاني انه احنا ايش؟ اول ما نغسل اول ما نقطع البطاطا نغسلها كثير كويس كثير كويس، وننقعها بميه ايش؟ بمي بارده. المي البارده برضه ايش بتعطيها هيك بتخليها جامده وبتجنن. بتخلي زي كانه المسامات تتسكر لحتى ما يشرب الزيت. هي بتساعد انه تطلع معها بتقرمشه، ولكن الاهم من هيك كلياته انه هو الزيت تبعنا يكون كثير حامي. وفي شغله ثالثه واللي هي او ما بعرف صارت شغله رابعه او خامسه من كثر ما حكينا عن البطاطا. ايوه. اوكي. واللي هي انا ممكن نقلي البطاطا نص قلية. أوكي. بعدين نطلعها تبرد. بعد ما تبرد طبعا ما نحشرهم كلياتهم فوق بعض ونخليهم مفغصين وبصر شو مفرفدين. مفرفدين شوي صغيرة. أوكي. نخليها تبرد شوي صغيرة. بعد هيك شو نسوي؟ ننزلها قلية تانية. قليتين. قليتين يعني نص قلية بعدين نرجع نكمل. او ممكن برضو في تريك يعني هيك لطيف انا بحبه. حلو. ايش بنسوي؟
البطاطا نفسها الاصابع بعد ما نقطعها ايش بنسوي؟ بنحط عليها طحين، بنحط عليها ارشله، بنحط عليها الاشياء اللي احنا حابين نحطها عليها. بس بدك تراعوا اذا بتحطوا ارشله لازم تكون البطاطا رفيعه، اذا بدكم تحطوا طحين اتس فاين عادي، بيعطيها هيك كراست لطيف واحنا عم نقليها، بس تطلع بتطلع هيك فهمتي الشعور؟ ايوه القرشه اللطيفه هاي. بس هي زي ما انت قلت يمكن بتخمل حبه البطاطا، عشان هيك لازم تكون رفيعه. رفيعه احسن يس عشان تستوي اسرع يس. Exactly. حلو كثير والله، كل التريكس اسهل من بعض واحلى من بعض، لانه بتعرف مرات انت بتشتري لك مثلا وجبه من محل او بتكون بمطعم، بتحس مرات جد البطاطا اسكى من الاكل نفسه. Yes. الواحد بنسى الاكل وبلش ياكل بطاطا، ومرات بتشوف منظرها زي ما انت قلت شار بزيت، تحس حاله الواحد بده ياكل زيت، فبتكون يعني بلاها احسن. فطالما احنا بدنا نعمل بطاطا بالبيت لازم نعمل او نتبع هاي التريكس اللي اعطانا اياهم الشيف محمد عليان لحتى تزبط معنا 100%، ما نكون عملناها على الفاضي وبالاخر رح تنكب. يس. هون حطينا هلا عندي كريمه، ممكن نستبدل ايش الكريمه بحليب، اي نوع حليب بدكم اياه. ممكن تحطوه معنا على الايش على على الطبق هذا. انا عشان حطيت كريمه، الكريمه بطبعها ايش بتيجي؟ تيجي شوي بعد فترة إذا بنعرضها لحرارة أو هيك بتجمد شوي صغيرة. أوكي. فأنا ما بدي أوصل لهذا القوام، أنا بدي أخليها شوي طرية معي، فبزود شوية مي. ليش؟ مشان تضلها بتضل طرية ودايبة. أيوة دايبة، وما بدي إياها تنشف معي جوا الفرن. أوكي. هلا هنحط عليها كمان شوية ملح. متوصل بالملح اليوم الشيف، بده يدللني أني مريضة. الله يستر مرة الملح هذا شو راح يصير معنا. طيب في لك طلب يا شيف من هيفا، هيفا بتحكي انه هي بتابعنا من الامارات وبدها صوص الماش بوتيتو. الماش بوتيتو عملناه الصوص. يس عملنا صوص. عملنا صوصات. طيب اذا بتقدر ترجعي اذا هيك لوصفاتنا او لحلقاتنا اللي قبل، دوري على وصفه الماش بوتيتو، الصوص معاها موجود، بتلاقيها موجوده بطريقه سهله بتقدري تعمليها بالبيت. كمان في طلب ثاني من ام عادل عم تحكي لنا مساء الورد، مساء الورد عليك يا ام عادل، وعم تطلب تتبيله سهله وطيبه لشوي السمك. لا شوي السمك حاضرين والله، ممكن نعمل اليوم هيك اكلات فيها سمك رهيبه. اوكي هلا تذكيرا على الـ على الـ على اللي حطيناه بالفرن، احنا هون قطعنا بطاطا كثير رفيعه. أوكي. صفيناها جوا صينيه، الصينيه تبعتنا هاي حطينا فوقيها كريمه، حطينا فيها فلفل وملح وزبده و هلا في خيارين. انا عندي هون ايش؟ انا عندي هون طحين. الطحين ليش ما حطيته؟ لاني انا حطيت اكثر كميه من ايش من الكريمه. الطحين هذا ايش بيسوي؟ بيسبك يمكن او بجمد. بيسبك. فانا اذا حطيت حليب حستخدم ايش؟ الطحين اكثر. الطحين اذا ما استخدمت ممكن برضو احط اذا انا بدي اياها تطلع شوي ثك. اوكي اوكي. فانتوا اللي بتقرروا انه احنا نستخدم طحين او ما نستخدم طحين، او احنا نستخدم كريمه او ما نستخدم كريمه، او نستخدم حليب او ما نستخدم حليب. انتوا اللي بتقرروا ايش اللي بدكم اياه. وبالنسبه للزبده، الزبده كثير مهمة كثير مهمة كثير مهمة. أنا بحس يعني أساسيين مع بعض، إذا ما كانوا مع بعض تطلع طبخة مش تمام، اللي هم الكريمة والزبدة. أو كل طبخة فيها كريمة لازم يكون فيها زبدة. ليش؟ إنه خلص كيف مثلا إحنا عم نحكي سمك وإيش بده؟ بده كمون مثلا، بده ليمون. صح. فهمت علي كيف؟ بالنسبة لي زبدة. بالنسبة لي فراولة إيش بدها؟ بدها تمر. تمر؟ تمر. جد تحكي؟ جربتي ولا ما عمري جربت؟ جد عم تحكي لازم نجربها. لا من احلى الاثنين الاشياء اللي بيجوا مع بعض هذول اللي مش عاديين. جد يعني انا عاديين. قلت رح يحكي لنا شوكولاته، رح يحكي لنا بس انه تمر هاي ما عملنا مجربينها، لازم نجربها. الفراوله والتمر مش عادي مش عادي. خلص. مش عادي. خلص انت هيك اعطيتنا افكار كثير زياده عن اللزوم، اليوم رح نروح ناكل ونتحلى ونعمل كثير اشياء. بس خلينا هيك نريح شوي، نريح المشاهدين. نطلع فاصل صغير نرجع نكمل حلقتنا. خليكم معنا. اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه، لسه مكملين معاكم بحلقتنا بوصفاتنا كلها المتخصصه اليوم بالبطاطا. خلينا نرجع للشيف عليان ونشوف شو ممكن يعمل، ولكن اولا بدي اطلب منكم تفوتوا على صفحتنا على الفيسبوك عم تي في كيتشن، تحضرونا عبر اللايف وتعملوا شير للحلقه لتوصل وصفاتنا لعدد كبير من الناس. اليوم وصفاتنا مهمه كثير وكل الناس بيطلبوها وكل الناس بيحبوها، اللي هي وصفات دائما بنعملها بالبطاطا. هيك افكار جديده رح تستعمل البطاطا بطرق مختلفه ونعملها باكثر من طبق واكثر من شغله. شو عم تعمل لنا هلا يا شيف؟ بدي اعمل الأدحة تبعت الايش؟ حكيت لنا اول وصفه اللي هي اليخني. تبعت اليخني. طيب كيف بنعملها؟ هلا راح نحط، بتقدروا تحطوا سمنه، بتقدروا تحطوا زبده، بتقدروا تحطوا زيت زيتون، بتقدروا تحطوا زيت عادي، تستخدموا زيت خضار، تستخدموا اي نوع من الاشياء عشان ندبل شوي صغيره الثوم طبعا، ونحط عليها الكزبره
ونخليها تتدبل شوي صغيره، بعدها شو نسوي؟ ننزلها فوق الصوص تبعنا، لانه هاي الطبخه بدون كزبره ما بتزبط. اوكي من الاخر ما بزبط ولا اي بديل. ولا اي شيء. اوكي يعني انا بالنسبه لي بحس انه كل الطبخه هاي لازم يكون في نكهه كزبره. هلا شوف انا مش كثير من محبين الكزبره. ان شاء الله. انت شو بتاكلي انت؟ لا 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 انا مش من النوع اللي كثير منقنقه على الاكل، بحب اجرب شغلات جديده وما عندي مشكله بشيء، بس في اشياء ما بفضلها، يعني التومه والبصل ما بفضلها. انا جبت لك، تعرفي شو جبت لك؟ اختراع صغير هي والله. ايش هو؟ جبت لها هذا الاشي عشانها. بتعرفوا ايش هذا يا جماعه؟ ايش هذا؟ هذا اسمه شيبز، هو ورق تبع ورق تبع الثوم. اوكي هذا ايش بيسوي؟ بيعطيك نكهه ولكن اخف من الثوم والله، والطعم تبعه لطيف جدا. فانا جبته هذا الاشي عشاني خصنص، لانه انت ما بتاكلي يعني. الثوم صراحه ظلمتك، صار لي كم حلقه بحكي بضحك علي والاشي اللي ما بحبه بيعمله طلعه جايب لك ضم. ظلمته، حسسني بالذنب صراحه. ضمت شو اسمه؟ هاي بنحطها هون عشان نستخدمها بالطبخات. طبعا نستخدمها بالطبخات عشان انا اذا في اكله ما بحب فيها الثوم بتحط بس بدنا نختار لها اسم. انا بحب نباتاتي كلياتهم عندهم اسماء. لازم نسميها. لازم نسميها. طب اسمع، لسه معانا من هون لاخر الحلقه بنفكر باسم، وبرضه ممكن المشاهدين يساعدونا باسم. يلا نسمي نبتتنا هاي نبته بهار ونار. طيب في لك طلب من ليث عم بيحكي معلش تعمل لنا المعكرونه بالبشاميل. ما اظن عمرك عملتها بهار ونار صح؟ لا ما عملناها بهار ونار. طيب ولكن لازم نروح شوي على المطبخ العربي، نكتر من المطبخ العربي بعدين نرجع للايطالي. صرنا زمان زمان شوي على العربي وبنرجع. لازم لازم صراحة، بس انه دائما طلباتكم رح تتنفذ، يعني اذا كانت هلا او بعدين رح نعمل لكم اياها اكيد. يس. ضلكم تابعونا بالحلقات القادمة، رح يكون في اكيد معكرونة بالبشاميل. يس 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 يس. حلو. طيب عندي هون هذا ايش؟ بنوطيه ثنتين، خليه يسوي براحته. الرز وضعه ايش؟ ممتاز. تمام. يلا حلو كثير. الرز هذا فخم جدا صراحة، من افخم انواع الرز اللي انا جربتها صراحه. أوكي. ما بشفط كثير مي، ما بشفطش كثير مي، يعني خلص بتحس انه هذا هو نوع الرز المناسب اللي ايش اللي خلص انا اركن على حالي انه انا راح ابيض وجهي، راح ابيض وجه الناس اللي جايين عندي. غير هيك زاكي، في انواع رز بتاكلها بيعمل لك تخمه بالمعده. صح. بدايقك. صح. هذا الرز خفيف لطيف بجنن صراحه، مش مجاملة بس عن جد رهيب. بالضبط، هو خصوصا للناس المبتدئين يمكن مش كتير عندهم خبرة بأنهم يعملوا رز، هو من الشغلات المضمونة اللي ممكن تزبط معاهم. رهيب صراحة. صح. بكل الأحوال تبعته رهيب جدا. طيب خلينا نسوي الأدحة تبعتنا، نشوف هون إحنا شو صار بالطبق تبعنا. البطاطا بالبشاميل تبعتنا عشان إيش نستعجلها شوي. بتخيل إلها يعني وقت منيح، فمش كتير رح تطول. لا يعني لا 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 ما حتطول كتير. أنا صراحة بالطبخة هاي مش كتير بحبها تتحمر معي، ما بعرف. أوكي. في أنواع مثلا الصينية لازم تكون محمرة الوجه تبعها. بتخيل إذا كانت إشي طحينية أو ريد صوص أو هيك بتحس إنه لازم تتحمر. لازم، ولكن هاي لا. ليه؟ لأنه إذا حرقتها شوي الكريمة حتعطي طعم حرق، وهذا الطعم. صح. الحرق مش لطيف معنا. إلا إذا ممكن هلأ خطر على بالي إذا حطينا تشيز وحمرناها هيك ممكن. هيك اوكي. هيك بس مختلف. زي ما انت قلت الكريمه ما بحس انه. yes. طعمتها طيبه اذا تحمرت. yes, yes. معك حق. طيب بدنا نوجه تحيه لمحمد المعايطم اللي عم بيحكي لنا مساء الورد مذيعتنا الجميله دينا، وللشيف المبدع محمد. بدنا من الشيف يعمل لنا صينيه الريش بالبطاطا والبصل، هذا اول طلب. والله قويه صينيه الريش بالبطاطا والبصل. رهيبة. حلوة. ما تقول لي. رهيبة صراحة. ما تقول لي. شو رأيك نعمل يوم كليات ريش مثلا؟ حلو صح، بأكثر من طريقة وأكثر من. أوكي لك. يلا اقتراح حلو وسفاح جدا. عجبنا كثير اقتراح. وتحية إلى كل الكرك العظيمة 100%. ما هو المشكلة بتعرف شو؟ إنه محمد عم بيحكي لنا ما بننسى المنسف البلدي اللي عم بتهرب منه الشيف. أنا إيش دخلني أنا قلت لك. هو أنا اللي حكيت بدي أعمل. أنت بدك تعملي، أنا ماليش بس لا ما رح أتهرب، رح أعمل لكم منسف كركي قريبا، ضلكم متابعينا. 18 شهر خلص. 18 شهر خلص. أوكي اتفقنا، ضلكم متابعينا وشوفوا المنسف الكركي على طريقتي أنا كيف رح يكون، إن شاء الله يزبط. الله يستر. لا لا بزبط أكيد، ليش ما يزبط؟ إن شاء الله. طيب حخلي الزيت هون عندي شوي صغيرة. أوكي. يحمى ليه؟ عشان أول ما أنزل عليها التومة تعمل التش تبعتنا اللي أنا بدور عليها. الإشي الأساسي. ودائما بلحقها بكل طبخة وبكل إشي بعمله. صح. فلازم إحنا نحمي الزيت. يس بعدين نحمي الزيت ونعمل تش. موفقة. تش. طيب شادية كمان بدها، أنا عم بحكي لك إيش الطلبات اللي عم تطلبوها المشاهدين. أوكي أنا موافق. طبعا. لحلقاتنا لقدام. شادية طلبت منا أكلة ششبرك، بدها ششبرك. كمان هيفا بدها وين هيفا شو طلبت؟ المندي على أصوله. في عندنا طلب للششبرك وفي طلب للمندي. حاضرين نعمل. ها
هاي هون حطينا الكزبرة عشان ايش ما اللي ما انتبه او ما ركز معنا يكون متبع للوصفة تبعتنا بالضبط. انا ضفت هون عليهم تومة وزيت وكزبرة. ليه؟ عشان بدي اطلع كل الفليفر تبعتهم الموجودة جوا واديرهم فوق الايش الصوص تبعنا. زيد شوية زيت شوي صغيرة عشان يعطيني ايش نكهة أكثر وتنتشر أكثر. صراحة بدي أعترف اعتراف. أيوة. يعني أنا يمكن مش من محبين الكزبرة والثوم بس الريحة بتشهي. مش عادية. عن جد ريحة مش عادية. أنا كثير بحبهم هذول الكومبينيشن الاثنين مع بعض بيطلعوا رهيبين جدا. أوكي. كمان فرح بدها بطاطا محشية. بطاطا محشية. إحنا عملنا بطاطا هلا بدنا نغيب عن البطاطا شوي صغيرة بعدين نرجع لها. بالضبط. يعني بزبطش نعمل نخلص كل الوصفات بيوم واحد بعدين نقعد يجي واحد يحكي لي عملنا وصفات البطاطا احكي له روح ارجع. لا لازم كل فتره ننزل شوي صغيره شوي صغيره شوي صغيره عشان هيك يضلوا كمان متحرصين ومتحمسين على حلقاتنا المستقبليه. يس مثل العاده. ومثل أيوه. زهره كمان زهره الامل عم تحكي لنا تحياتي لشيف محمد والرائعه دينا مستحيل بتقول لنا انه تشرب قهوتها لحالها لازم احنا نكون معاها وتكون عم تحضرنا وصرنا جزء مهم من يومها. شكرا يعني احلى من هيك تعليق ما في عن جد. شكرا 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 دائما بحكي شكرا لكل حدا عن جد بيحضرنا بكل حب وانا بحبكم كلياتكم والله عن جد عن جد. هاي الدفعه خلينا نقول الايجابيه هي اللي بتخلي الواحد يكون سعيد بالشيء اللي عم بيقدمه بغض النظر عن شو عم بمرق بظروف. اكيد يعني فيش حدا ما بمرق بظروف صعبه ما بمرق بهيك مطبات ولكن هاي الشغلات اللي بتقوي البني ادم لحتى انه يقدر يكمل. ودائما انا بقول الكلمه الحلوه طالعه والكلمه المش حلوه طالعه. فطالما عندك شيء ايجابي تحكيه طالما عندك مديح طالما عندك هيك كلمه ممكن تطيب قلب شخص قدامك او تزرع ابتسامه بوجه حدا معين كتير حلو انه احنا نكون تاثير ايجابي على اي شخص قدامنا ولو بكلمه او بابتسامه. متنمرين يعني كيف بدهم يعيشوا؟ هذا حكي ما بزبط. بالضبط. فيهاك وفيهاك لازم يكون من كل شيء موجود بالدنيا. الله شكله مبسوط الشيف. الله 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 مش عاديه صراحه ابدا عن جد والله ما هي مجامله. بوم لا واضح بوم 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 واضح من الروائح اللي احنا عم نشمها حاليا. بوم مش عادي. هلا اول ما نزل عليها الكزبره تبعتنا يا سلام مع التومه ايش راح يطلع النكهه اكسترا بلس زي ما بيحكوها. يلا بسم الله يا عيني عليك. هلا بدنا نشوف جوا الطنجره. انا من عندي مو مبين شوف كيف بيطلع منظرها اللي فيها. هلا هدول اهم شيء هدول عشان ما يروحوا علي. صح ولا بيروح علينا شيء. ها تمام. طيب هيك تقريبا صارت جاهزه واستوت البطاطا قلت لنا البطاطا خلص امورها لوز اللوز تمام. لوز اللوز طيب الملحات تمام. انت بتعرف انا عندي مشكله بالملح. بعرف انا اللي بعرف. هلا انا واحد من الناس يا جماعه الخير عشان تكونوا عارفين انا عندي مشكله بالملح انه ايش ما عمري زبطت الملح 100%. ليه؟ لانه انا واحد من الناس كثير بحاول اخفف ملح بحياتي كثير كثير 90% بالبيت عندي بطبخ بدون ملح. والله حرفيا صراحه فلما اطلع بفكر حالي انه انا طابخ وين بالبيت لإلك ف بنسى احط ملح فبصير احكي للناس انه هذا الملح مضر اكثر من السكر واكثر مضر من كل الدنيا فصيروا حاولوا خففوا. في منهم بيحكي لك والله اوكي في منهم بيجي بيمسك المملحه وبقول لك هاي انا هاي انا للاسف بس اليوم على الطبخه ملح لازم انا هيك اضيف لمستي على صحني ما بقدر. اوكي بس اليوم لا عاملينها بطريقه خلص ترضي الجميع ولكن لازم انوه على شغله جدا مهمه. هلا انا واحد من الناس ما بتخلص من قشر البطاطا. قشر البطاطا شايفيته؟ اوكي ما بكبه. بتحب بغسل البطاطا نفسها وبقطعها وبستخدمها. ليش؟ لانه قشر البطاطا فيه فوائد. صح مزبوط. وكثير في ناس كمان بتلاقيهم بقلوا البطاطا حتى القلي بقشرتها زي ما هي ما بقشروها. يس لازم تجربوها صراحه. مش شرط انه تحكوا لي انه لا هذا الحكي ما بزبط وسخه وكانت تراب وكانت لا 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 جربوها بدون بدون تقطيع منها يعني الفليفر تبعها مش كثير حيطلع. اذا كانت اصلا فيها قلي رح تطلع الطبقه كريسبي متقرمش بتجنن وثاني شيء مفيده. صح 100% على سيره الفائده عم تحكي لي هيفا انه لازم تصيري تاكلي توم لانه كثير مفيد. معك حق هو من الشغلات التوم والبصل على فكره من الشغلات المفيده كثير مهمه كثير ندخلها بوجباتنا. هلا انا مش ضدها على الاخر بس ما بفضلها بس بحاول ادخلها باكلات معينه لحتى اني اقدر اني اتقبلها. يس 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 هي جبنا لها النبته تبعتنا بدنا اسم لها يا جماعه. يا بدنا اسم للنبته ساعدونا عشان نقرر. بالضبط. وكل حدا كمان عم يبعث لنا عم بيحكوا انه احنا ضد المتنمرين وقد ايه بشع الواحد يكون عنده تنمر على اشخاص ثانيين لانه بالاخر انت بس عم يعني عم تاذي الشخص نفسيا. انت ما عم بتنجز اي انجاز بحياتك لما تحكي كلمه ممكن تكون سلبيه. اذا انت عندك تعليق عشان مصلحه الشخص اللي قدامك مو غلط انك تحكيه باسلوب او بطريقه معينه عشان مصلحه الشخص قدامك بس انه تكون الكلمه بهدف
الأذى النفسي، هذا الموضوع عم بيكون كتير مزعج للأسف، يعني عم بيكون موجود كتير بكل المجتمعات مش بس المجتمعات العربية، وين ما تروح عم بتلاقي متنمرين، وإن شاء الله هالموضوع هيك مع الوقت بصير في وعي أكتر، الواحد بصير هيك يبعد شوي عن. أنا الحمد لله واحد من الناس القلال جدا، الحمد لله رب العالمين. ممكن أنا ناس بتعرفني كتير محمد علي، أنا هو شخص عفوي أكتر مما هو جدي، بحب مزبوط. يمزح يضحك كتير أكتر من الجد، ولكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله الناس اللي بتتابعيني على السوشيال ميديا سواء انستغرام او كل الاماكن اللي عندي، نادرا جدا ما وصلني تعليق صراحه، حدا تنمر او حدا فانا الحمد لله فخور بالناس اللي بتتابعني، وبحكي الحمد لله رب العالمين انه ما بتعرض لمسجات، لانه احيانا عم بلتقي بناس اكتف شوي على السوشيال ميديا بيجي بيحكي لك والله انا ما بدي السوشيال ميديا كلياتها، ليش؟ بقول لك والله عم بوصلني مسجات مش لطيفة. مزبوط. فأنا بحكي الحمد لله رب العالمين إنه ما عندي هذا الإشي، وبحكي لكل الناس المتنمرين يا ويلكم من الله. يا ويلكم من الله. بالضبط، هو يعني شخص محظوظ اللي ما في بحياته متنمرين كتير، هي ما بتخلى الحياة اللي ما يمرق بحياته شخص ممكن عن قصد أو عن غير قصد يأذيه بكلمة أو بموقف معين، ولكن ابعدوا عن التنمر لأنه من أكثر الأشياء السلبية ممكن تكون مؤذية للناس اللي قدامنا. شو رأيك نسكب؟ نسكب نطلع قصدي لا ولا نطلع إيش الأول؟ قرر. طيب نسكب بترجعوا بتلاقوا الاكل مسكوب وبنرجع بعد الفاصل، يعني فاصل يلا. اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه، لسه مستمرين بحلتنا بوصفاتنا اللي كلها اليوم بالبطاطا، صارت خالصه يخنه البطاطا، هلا شو عم تعملي لنا؟ هلا الرز تبعنا حطيناه هون جاهز. نطلع الصينيه اللي حطيناها من وين؟ من الفرن. تمام. ونسوي النوع الثالث اللي هو السلطه. يلا السلطه. سلطه بتخيل ما بتاخذ وقت، عشان هيك نلحق نعملها قبل ما تخلص حلقتنا. عباره عن شو بدك ناخذ؟ المقادير. مقادير يلا. يلا على المقادير. رح نحتاج لسلطة البطاطا، بطاطا مسلوقة، قشر ليمون، عصير ليمون، زيت زيتون، نعنع، بقدونس، ملح وفلفل أسود. وهيك صاروا وصفاتنا جاهزين، ضل علينا بس السلطة، هيك صارت جاهزة. يا سلام على البطاطا بالكريمة جاهزة. بتشهي. رح نحطها هون عشان ما تحرق الإيش اللي تحتي. أوكي. ونبلش بسلطة البطاطا. البطاطا. هلأ أنا عندي هون إيش؟ انا عندي هون صحن فاضي، وعندي هون البطاطا سلقناها في كل الغازات عشان اللحم تبعهم حامي كثير، ف كسرنا المطبخ. مش مشكلة. انا اسف، بعتذر من كل الطاقم. المهم البطاطا مقطعه قطع كيف؟ صغيره كبيره؟ قطع كبيره شوي صغيره. اوكي. وسلقناها. سلقناها. هلا ايش حنسوي؟ حنحط عليها عصير ليمون، حنحط عليها المكبرات، بس خليني البس جلوفز عشان اعرف ايش اتحرك. يس. احطهم هون. تمام. تسلقها كثير 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 لحتى تكون مستويه على الاخر، ولا يعني الافضل انه تستويها، لانه صراحه البطاطا اذا كانت مش مستويه كثير صراحه بتطلع مش لطيفه، طعم النيه فيها. لا مش لطيفه. بس برضه يمكن اذا كثير استوت رح تخبص كلها مع بعضها، او بدنا ندير بالنا واحنا عم نحرك فيها ونقلب فيها. عندي أوكي. هون شوية بقدونس وعندي نعنع. اوكي حلو. ما تفرمون بهاي الطريقة عشان ما تقطعوا صابعكم. ليش؟ لأنه بس أوكي. انت يعني عندك خبرة، احنا ما بنعرف. هنقطعهم هون. اوكي تقريبا قد ايه الكمية؟ يعني على قد السلطة تبعتكم، انتم بتختاروا، إذا بدكم تاكلوا منها كثير بتكتروا، ما بدكم ما بتكتروا، دائما أنا بحكي السلطات ما فيهاش فيها مقادير كثير، اسمعي صراحة نصير نزين هاي. يلا نزين. نحط عليها شوية بقدونس. يا سلام منظرها بجنن. يس. طيب بشوف في لك طلب كمان من اخلاص عم تحكي بدها وصفات بالسبانخ. بالسبانخ والله صراحه لازم. هلا احنا داخلين على الشتاء بس ينزلوا الاعشاب هدول كلياتهم يعني هلا وقتها هيك قصص، هدول حيطلعوا بيرفكتو. طيب حلو. حنحط زيت زيتون عليهم. حنحط كمان عصير ليمون. ليمون. حنحط الليمون مع البطاطا، انا بحس كثير زبطين على بعض. يس. كثير. وايش عندي؟ وقشر الليمون. صح شفت المقادير. يس. حلو. بنغسل الليمونه طبعا عشان يس طبعا. هي لا مطبوخه ولا شيء فلازم عشان نستفيد من كل شيء، ما في ولا اي شيء يروح منها. بالضبط. حلو. يعني بشكل عام سلقنا البطاطا، قطعناها وسلقناها. يس. حطينا عليها زيت زيتون، حطينا عليها ليمون، حطينا عليها نعنع وبقدونس وقشر الليمون لهلا. يس يس. طيب يس. شو يس. كمان هلا حنحركها. يعني بتعرف من انواع السلطات اللي شوي مختلفه عن دايما. يس. بس بنفس الوقت فيها فوائد كثير كبيره وغريبه وجديده، وبتضل اسمها سلطه كمان. يس 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 يس. ملينا الدنيا ملينا الدنيا شوي. مش مشكله مش مشكله مش مشكله عادي، بتصير اكثر من هيك بمطابخنا بالبيت. هلا حنديرها وين؟
على صحن جديد نضيف تبعنا نعملها زي بجبل شوي صغيره. يعني بتخيل انه نكهتها كثير طيبه. يس. يعني مع ليمون مع بقدونس مع نعنع هلا وقتها. وحنحط عليها كمان ايش؟ كمان شيء اللي هو ايش هو؟ الشجره تبعتنا. صح. اللي هلا ما اخترنا لها اسم بس بالحلقات الجاي بدنا تعطونا تساعدونا اكثر هيك تعطونا اسماء لهالنفته الحلوه اللي جاب لنا اياها شيف محمد عليان. عشان تعطينا منظر وطعم بجنن. او يعني قلت لكم ما تعملوا زيها. طيب هيك سلطتنا صارت جاهزه يعني ولا اسهل ولا اطيب من هيك. اضبط هدول بدك تغير شيء بالترتيب. اوكي. عشان يطلع منظرهم. الرز بيتاكل مع اليخنه مزبوط؟ الرز مع اليخنه لانه بالكريمه البطاطا بتخيل لا ما بتحتاج رز معها. يس ما بتحتاج بس هي برضه بامكانك تاكلها مع الايش؟ يس مزبوط. حلو مع كل يا سلام الأشكال. عليك يا شيف صراحه وصفات ولا اروع كله بالبطاطا كله هيك سهلين وسريعين وطيبين ويعني مفضلين من الكل فشكرا لك على هالوصفات الاكثر من رائعه هيك ارجع اذكرهم شو عملنا هيك على السريع بحلقتنا اليوم. اوكي عملنا ثلاث وصفات عملنا سلطه بطاطا ساخنه جدا سفاحه ما تستغلوا او ما تغركم انه مكونات جدا بسيطه صح. حطينا كمان يخني البطاطا مع الكزبره والثوم وعملنا كمان صينيه بطاطا بالكريمه وشو اسمه ورز. اوكي يعطيك الف عافيه شيف عن جد الوصفات بتجنن وشكرا لك يا شيف محمد عليان وشكرا لكل اللي حضرونا وتابعونا بحلقه اليوم ان شاء الله الوصفات تكون عجبتكم والحلقه كمان تكون عجبتكم واستمتعتوا معنا بلاقيكم بكره بحلقه جديده من بهار ونار كونوا بالف خير.